تحدث فيصل فجر لاعب وسط المنتخب الوطني حول استعدادات أسود الأطلس لمباراة البرتغال ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة ب في كأس العالم بروسيا. وقال فجر في المؤتمر الصحفي أنه بعد مباراة إيران عمت الصدمة والحسرة في معسكر المنتخب، حسرة لا تختلف عن تلك التي أحس بها كل المغاربة، خاصة بعد مراجعة شريط المباراة حيث أظهر اللاعبون تفوقهم الكروي، إلا أن فشلهم في استثمار الفرص السهلة التي أتيحت لهم أدى إلى هذه الخسارة المريرة. وأضاف فصل أن هذا الوضع مخيب للآمال، لكن لا يمكن الوقوف ورفع الأيدي، بل يجب تخطيه والتركيز على مباراة البرتغال لاقتناص النقاط الثلاث والحفاظ على آمال التأهل حتى النهاية. وقال لاعب الوسط المغربي أن اللاعبين يتطلعون بفارغ الصبر لهذه المباراة، وكلهم أمل في تحقيق المرجو منهم أمام بطل أوروبا. اللاعبون تجاوزوا مباراة إيران ووضعوا نصب أعينهم على البرتغيز للفوز عليهم واستعداد الجماهير، وجعلهم يفتخرون بهم. وعن نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال فيصل أن هذا الأخير من أفضل اللاعبين في العالم، لكن الواضح أنه يمكن إيقافه. يذكر أن لاعب ديبورتيفو لا كورونيا لعب ضد صاروخ ماديرا لأربع سنوات، ويرى أنه بالإمكان إيقافه أفضل لاعب في العالم من خلال تطبيق دفاع محكم كوحدة واحدة وعدم السماح له بإيجاد المساحات للاختراق، ففرصة واحدة سيستغلها لتدوين الهدف، لذا وجب الضغط وسط الميدان والفوز بالصراعات الثنائية لعدم السماح للكرة بالوصول إلى التوماهوك.